السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس التوزيع الكهربي على قناتكم Electrical Design Learning. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Low Voltage Distribution Boards، لوحات التوزيع الكهربي للجهد المنخفض، من أهم الموضوعات في أي كورس توزيع كهربي، وبإذن الله هنتناول النقط المهمة في الموضوع ده. طبعا موضوع يطول شرحه وفي تفاصيل كتير، لكن بإذن الله احنا هنحاول نتناول الأجزاء الأهم في الموضوع ككل. فهنتكلم أول عن مقدمة، وبعد كده هنتكلم عن وظائف أو الأدوار اللي بتقوم بيها لوحات التوزيع الكهربي أو أهميتها إيه، وهنتكلم طبعا عن مكونات لوحات التوزيع الكهربي الأساسية اللي هي يعني لا يخلو منها أي لوحة توزيع كهربي، وهنتكلم كمان عن تصنيف لوحات التوزيع الكهربي، أنواعها وتصنيفاتها، ومن أهم الحاجات طبعا الفورمز اوف سيبريشن فور لو فولتج ديستريبيوشن بورد، اللي هي بالعربي انواع التقسيم او العزل او الفصل ما بين مكونات لوحه التوزيع الكهربي من الداخل، وهنشوف معناها ايه بالظبط. خلينا نبدا بالمقدمه. زي ما قلنا ان طبعا لوحات التوزيع الكهربي من اهم المكونات لاي ديستريبيوشن سيستم، يعني اي نظام توزيع كهربي موجود في اي مشروع، اذا كان مبنى بأي نوع أو مشروعات كبيرة، فلازم العنصر الأساسي دايما في أي distribution system هو لوحات التوزيع الكهربي. هتلاقي إن أي distribution system في أي مشروع بيتقسم لزونز أو مناطق، وكل زون بيبقى ليها عدد معين من لوحات التوزيع الكهربي اللي بيتم تحديدها على حسب يعني طريقة التصميم أو على حسب الاحتياج للأحمال في كل زون. في مراحل كده بيمر بيها عملية التصميم لأي يعني للوحات التوزيع الكهربي، تصميمها بيمر كده ببعض الخطوات في أي مشروع. أول حاجة بتكون حساب أو تحديد عدد وأماكن لوحات التوزيع الكهربي دي، والخطوة دي بيقوم بيها مهندس التصميم الكهربي. بعد كده في السبيسيفيكيشنز اللي هي مواصفات اللوحات دي، والبانل سكيدولز اللي هي حساب الأحمال أو جداول الأحمال لكل لوحة، دي بيعملها برضو مهندس التصميم الكهربي. وبعد كده في مرحلة تانية بيتعمل فيها الديسكريميناشن تيبلز والبانل دايمنشن سايزنج، اللي هو حساب أبعاد اللوحات الكهربية أو لوحات التوزيع الكهربي، وعملية التصنيع في الآخر للوحات دي، ودي بيقوم بيها طرف يسمى البانل بيلدر، ده اللي هو بيبقى المصنع، اللي هو بياخد كل المواصفات اللي فاتت دي بتاعت لوحة التوزيع الكهربي ويعمل يشوف هي فيها كم مفتاح وهاتشي والمفاتيح دي احجامها ايه والحمل كام والريتنج من جوه لمكونات اللوحة هيكون كام، وبيعمل عملية التصنيع للوحة دي، وده بيسمى البانل بيلدر، اللي هو بيطلع لك اللوحة دي كبرودكت في الاخر يتركب في المشروع. وفي الاخر طبعا عملية التركيب للوحات التوزيع الكهربي دي اللي بيقوم بيها الكونتراكتور او اللي هو المقاول، ده اللي هو بينفذها في الموقع، بتجيله اللوحة وهو بيركبها ويوصل الاطراف وهكذا. طب ايه دور لوحات التوزيع الكهربي في الديستريبيوشن سيستم؟ احنا عمالين نقول ان هي عنصر مهم، طب بيعمل ايه؟ هنشوف. اول حاجة للوحات التوزيع الكهربي ان هي بتقوم بعملية الفيدنج، يعني هي مسؤولة عن تغذية الاحمال الطاقة الكهربية اللي جاية لها من بره، يعني هي حلقة الوصل بين المصدر يعني مصدر الطاقة في المشروع وما بين الاحمال النهائية. تاني حاجة البروتكشن، دي علشان هي بتقوم بوظيفة الحماية، لو في فولت حصل في مكان معين في الديستريبيوشن سيستم فدور لوحه التوزيع الكهربي ان فيها السيركت بريكرز اللي بتقوم بالتريب وفصل او عزل الفولت اللي حاصل عن باقي السيستم باقل الخسائر الممكنه، او يعني بدون ما يحصل قطع في التغذيه الكهربيه عن قدر الامكان، يعني ان انا ما اقطعش التغذيه الكهربيه عن اقل عدد ممكن من الاحمال. الكنترول، ان انت بتقدر تعمل تحكم في الاحمال الموجوده سواء بسويتشنج اون واوف، السويتشنج ده بيكون من خلال لوحه التوزيع الكهربي، ولو في وظائف
اكتر ادفانسد اكتر شويه، لو في تايمنج معمول، لو في سيكونس معمول لعدد مثلا من الترومبات او المضخات الموجوده مثلا بيشتغلوا بالتتابع، او في سبيد كنترول مثلا موجوده على مراوح معينه، فكل ده كومبوننت الكنترول دي بتكون موجوده في لوحه التوزيع الكهرباء، فهي بتقوم بالتغذيه وبالكنترول مع بعض لو كان في احتياج ليه. الميجرمنت طبعا ان انت بيكون عندك احمال عايز تقيس دايما البارامترز المهمة ليها، عايز تعرف ايه الحمل ساحب كام امبير، عايز تعرف عليه جهد كام فولت، عايز تقيس المشتركين اللي عندك استهلكوا كام كيلو وات اور كل شهر عشان تحاسبهم، فكل ده كل اجهزة القيادة عايز تقيس الباور فاكتور، كل القيم دي اللي انت بتقيسها بيتم قياسها من خلال الميجرمنت ايكويبمنت اللي بتكون موجوده في لوحه التوزيع الكهربي، ولو في احتياج لتسجيل الداتا دي بيبقى في وسائل كمان للتسجيل، لو كانت مثلا لوحات سمارت او كده بتسجل القيم المهمه اللي انت محتاج تسجلها مثلا على مدار يوم او شهر او كده. يعني زي ما قلنا يعني كتفاصيل اكتر للوظائف اللي احنا قلناها دي او اهميه لوحات التوزيع الكهربي، زي ما قلت تلخيص كده توفير التغذية من المصدر للأحمال، إمكانية إضافة أحمال مستقبلية بحيث إن أنت بيبقى عندك في خلايا معينة كده أو في أماكن فاضية في لوحات التوزيع الكهربي بتبقى موجودة علشان تعمل إتاحية إن أنت لو حبيت تضيف أحمال تاني على لوحة التوزيع الكهربي دي تلاقي أنت عندك أماكن إن أنت تقدر تحط سيركت بريكر وكابل وتروح تزود حمل تاني على لوحة التوزيع الكهربي. بروتكشن زي ما قلنا ان انت بتعزل الزون اللي حاصل فيها الفولت من خلال السيركت بريكر طبعا الموجود في اللوحة، الكنترول اللي هو سويتشنج اون ووف للاحمال، وان انت لو عندك كمان في احمال محتاجة وظائف تحكم تاني زيادة، لو انت محتاج يعني مثلا سبيد كنترول او التايمنج، في احمال مثلا عايزة تشتغل لوقت معين وتفصل وهكذا. زي ما قلنا برضو الميجرمنت تولز اللي هي قياس الفولتج والكرنت والباور فاكتور والانرجي كونسامشن، كل ده بتقدر توفره من خلال لوحات التوزيع الكهربي. وبيبقى فيه انديكيتورز طبعا في اللوحة ان انت مثلا لمبات بيان تبين لك الحمل بتاعك اون ولا اوف، ولا في فولت حصل مثلا فاللمبة معينة لمبة تالتة تنور تعرفك ان في فولت حصل والسيركت بريك عمل تريب لجزء معين من الاحمال. طيب نبدأ نتعرف على مكونات لوحة التوزيع الكهربي من الداخل بيبقى فيها ايه. طبعا هنا في السلايد دي او في الجزئية دي هنتكلم عن الوول ماونتد بانلز اللي هي اللوحات اللي بتتركب في الحيط، فلازم اي لوحة في الديستريبيوشن سيستم يكون ليها انكلوجر زي ما انتم شايفين كده اللي هو الغلاف الخارجي ده اللي بيحتوي زي فريم كده وليه باب، ده اللي بيبقى جواه كل الكومبوننت الداخلية للوحة التوزيع الكهربي، وبيوفر طبعا حماية وسيفتي للاشخاص اللي بيتعاملوا مع اللوحه، ان انت مثلا ممكن تعمل لها مفتاح بحيث ان محدش يقدر يفتح اللوحه، محدش يروح كده يروح فتح اللوحه دي ويفصل مثلا المفاتيح، او ممكن يبقى عرضه للصدمه الكهربيه او كده، فمن خلال توفير مفتاح للوحه دي بتقدر ان انت توفر حمايه لان محدش يتعامل مع اللوحه دي غير الناس المختصين. نيجي بقى المكونات الداخليه للوحات التوزيع اللي هي بشكل خاص هنا الوول ماونتد بانل اللي هي بتركب في الحيطة، فعادة انت بتشوف حاجة زي كده في اللوحات الوول ماونتد. اول مكون الانكومينج كيبل ده اللي هو بيبقى كابل الرئيسي اللي جاي من هنا، ده اللي هو المفروض الكابل المغذي للوحة، فعشان كده بيسمى انكومينج كيبل. دي سيركت بريكرز طبعا، يعني ده مبدئيا كده اللي هو الانكومينج سيركت بريكر اللي هو الكبير لان هو دخل عليه الكابل الرئيسي يعني، ودي سيركت بريكرز صغيرة اللي هي بتتصل بالباس بار من المفتاح الرئيسي وبيطلع منها كابلات للاحمال او البرانش سيركت، ودي زي ما قلنا يعني الاوت جوينجز اللي هي الكابلات او الوايرز اللي بتروح على تروح يعني تغذي البرانش سيركتس او الفاينل لودز يعني. دي الباس بارز اللي هي قضبانات التوزيع اللي زي ما انتم شايفين كده جايه من المفتاح الرئيسي وبتوزع للمفاتيح الفرعيه، فبالتالي انت لو فصل المفتاح الرئيسي ده
يبقى انت كده طفيت كل الاحمال الموجودة دي. نتكلم برضو كده شوية في مكونات لوحة توزيع بس من نوع تاني اللي هو فلور ستاندنج بانل. يعني دي طبعا واضح من شكلها ان هي لوحة اكبر وبتكون متركبة او بتكون واقفة على الارض كده. ده طبعا الهيكل. يعني برضو حاجة اخيرة في الصورة اللي فاتت ان طبعا كل المكونات دي بيكون عليها كفر كده من الصاج بيغطي كل الاجزاء دي، الاسلاك والباس بارز والكلام ده، وبيبقى مش باين لك انت كمستخدم غير المفاتيح في الاخر هي اللي بتبان، وده اظن هيجي في صورة تاني هنشوفها يعني. نرجع للكيوبيكال. دي تعتبر خلية في لوحة فلور ستاندنج بانل، فالدخول الرئيسي هنا مش كابل، هنا ده باس واي اللي هو احنا كنا اتكلمنا عنه في مقدمة الكورس ده، ممكن ترجعوا تشوفوا الكلام ايه هو الباس واي. هنا ده طبعا المفتاح الرئيسي للوحة دي، وهنا الجزء ده اسمه Vertical Distribution Bus Bar Space. يعني انت الباس بار بيطلع من المفتاح الرئيسي كده بشكل افقي وينزل بشكل رأسي بحيث ان هو يتصل مع المفاتيح الفرعية دي، والمفاتيح دي بدورها طالع منها كابلات اللي هي Outgoing Cables Space، يعني ده الفراغ المخصص للOutgoing Cables تروح للأحمال. هنا يعتبر Floor Standing Panel بس بدل ما كانت في الصورة اللي فاتت خلية واحدة، دي لوحة كاملة بقى يعني فيها كل الانكومينج والاوتجوينج. نبدأ نتعرف عليهم واحدة واحدة. ده الانكومينج سيركت بريكر، ده من واضح كده من شكله ان هو اير سيركت بريكر، يعني سيركت بريكر هوائي. ودي الاوتجوينج مفاتيح يعني متوزعة في كذا خلية وكلهم خروج اوتجوينجز او يعني مفاتيح خروج. دي الباس بارز، يعني انت زي ما احنا شايفين كده الباس بار الرئيسي بيطلع من المفتاح الرئيسي ده في 3 فيز وبيبدأ يوزع بشكل افقي ورأسي للاوت جوينج سيركت بريكرز دي. وهنا الخلايا دي خاصة بالكاباستور او الباور فاكتور كوركشن كاباستورز، دي اللي هي بتقوم بدور تحسين الباور فاكتور للاحمال. برضو نفس فكرة اللوحة اللي فاتت بس بطريقة عد تاني. فدي الانكومينج سيل اللي هي اللوحة اللي بيكون فيها الانكومينج بتاع اللوحة كلها، ودي الاوت جوينج اللي هي خلية الخروج اللي هي فيها سيركت بريكرز بيطلع منهم الكابلات للاحمال. فطبعا بيجي من هنا الكابل اللي بيدخل على السيركت بريكر الرئيسي ويطلع الجهد معاك للقضبان الرئيسي ده ويوزع للاوت جوينجز الفرعية. دي اوت جوينج سيل تاني برضو خلية خروج، وده الكيبل انتري زي ما قلنا اللي هو بيدخل منه الكابل الرئيسي على الانكومينج سيركت بريكر اللي هو ده. وبعد كده ده المين باس بار اللي هو القضبان التوزيع الرئيسية، والباس بار دروبر الباس بار ده اللي هو بيمشي بشكل رأسي علشان يتصل مع الاوت جوينج سيل او الاوت جوينج سيركت بريكرز. يعني الكيبل كومبارتمنت ده اللي هو بيطلع فيه الكابلات اللي الخروج اللي جاية من السيركت بريكرز ده. يعني منظر خارجي كده external view للديستريبيوشن بورد، زي ما قلت لكم ان بيبقى فيه كفر كده من الصاج بيغطي كل المكونات الداخليه زي مثلا الكابلات والباس بارز، وبيظهر لك في الاخر السيركت بريكرز بس هي اللي تبقى ظاهره قدامك. والابواب دي زي لما بتتقفل بيظهر لك المنظر زي كده، بيبقى عباره عن انديكيتورز زي ما قلنا لمبات بيان، ولو في بوش بوتونز اون واوف، ودي زي سيلكتور سويتشز كده ممكن تعمل منها اون وقف برضو. وطبعا ده كله على حسب الحاجات المطلوبة في الاحمال. ايه الاحمال اللي انت مثلا عايز تعمل لها سويتش اون وقف من برة، كل ده انت بتعمله بدوائر تحكم وتخلي السيلكتور سويتش عندك من برة عشان تشغل وتطفي من خلال دايرة كنترول من غير ما تقعد تفتح في اللوحة، تفتح في الباب وتقفله تاني، يعني بيبقى انت عندك التحكم من برة. دي زي ما قلنا الانديكيتورز والميجرمنت تولز اللي هي مثلا بتقيس الامبير والجهد والطاقة والحاجات دي يعني، والباور فاكتور مثلا وكده. هننقل على الكلاسيفيكيشن اوف لو فولتج ديستريبيوشن بوردز اللي هو تصنيف
لوحات التوزيع الكهربي. فأول حاجة في التصنيف معانا مكان التركيب، ازاي اصنف لوحات التوزيع الكهربي طبقا لمكان التركيب. اول حاجة، هل هي اندور هتركب جوه غرفة مغلقة زي الصورة كده، ولا او الدور هتركب في الشارع مثلا زي كده. فطبعا كل نوع منهم بيبقى ليه مواصفات خاصة. لو او الدور طبعا لازم تكون حاجة السبيسيفيكيشن او الاي بي بتاعها عالي علشان يقاوم ظروف الحرارة والرطوبة والمطرة والحاجات دي، يبقى منعزل عن الوسط الخارجي. انما طبعا الاي بي في لوحات الاندور بتبقى اقل شوية اكيد مقارنة بالاوت دور. طيب ايه معانا التصنيف اللي بعده؟ طبقا لرول ان ذا ديستريبيوشن سيستم، يعني تصنيف اللوحات على حسب الدور اللي هي بتقوم بيه في نظام التوزيع الكهربي. بمعنى بيبقى عندنا لوحة مين ديستريبيوشن بورد زي كده، دي اللوحة اللي هي الرئيسية زي ما شفنا من شوية، اللي غالبا بتبقى متصلة جاي لها مثلا كابلات او باسوي من المحول الرئيسي بتاع المبنى، وبتبدأ توزع الطاقة دي للوحات اللي بعد منها اللي هي سب مين ديستريبيوشن بورد او اختصارا الاس ام دي بي. برضو بطبيعة الحال دي بتبقى ممكن لوحة اللي فاتت الام دي بي بتبقى متركبة على الحيطة، اسف، بتبقى متركبة على الارض عادة، يعني بتبقى واقفة على الارض. انما السب مين ديستريبيوشن بورد ممكن تكون فلور ماونتد وممكن تكون وول ماونتد، يعني ممكن تكون متركبه في الحيطه عادي. وطبعا هيكون ليها مفتاح رئيسي ومفاتيح فرعيه. ايه النوع الاخير؟ يعتبر في انواع لوحات التوزيع الكهربي على حسب دورها في الديستريبيوشن سيستم، اللي هي الفاينل ديستريبيوشن بورد اللي هي الدي بي، يعني اللوحه الفرعيه او النهائيه، ودي اللي بتكون متصله مباشره مع الاحمال الفرعيه في الاخر، زي مثلا الإنارة والسوكتس والحاجات اللي زي كده يعني. وبيكون في برضو نوع من أنواع اللوحات اسمه موتور كنترول سنتر MCC، ده اللي هو بيكون مسؤول عن تغذية أحمال التكييف غالبا، يعني بيبقى في مهندس التكييف بيصمم الشغل بتاعه وبيديني الأماكن بتاعته والأحمال، فأنا بعمل الـ MCC علشان تغذي الأحمال دي بتاعته، ومن خلال الأحمال اللي هو مدهاني بقدر اعرف مجموع الاحمال دي هيكون كام، واقدر اديها كابل وسيركت بريكر جوه لوحة توزيع خاصة بيها اسمها موتور كنترول سنتر MCC. لو هننقل على النوع الثاني اللي بعده من التصنيف، according to method of installation، يعني على حسب طريقة التركيب، فهتلاقي زي ما تناولنا قبل كده عندنا لوحة فلور ماونتد اللي هي بتبقى واقفة على الارض زي كده زي الصورة دي، وفلاش ماونتد دي بتبقى راكبة في الحيطة بس مش بيظهر لك، يعني جسم اللوحة نفسه او مكونات بتبقى جوه الحيطة وبيظهر لك من بره وش اللوحة دي او الباب على وش الحيطة. واخيرا السيرفيس ماونتد، ده اللي هو اللوحة اللي بتتركب على سطح الحيطة وبيبقى كل مكوناتها من بره. في تصنيف تاني اللي هو على حسب طريقة ترتيب السيركت بريكرز جوه اللوحة، بالشكل اللي في الصورة الاولى ده اسمه فيشبون ارنجمنت، اللي هو زي العمود الفقري كده، اللي هو يعني بتبقى السيركت بريكرز يمين وشمال زي الشكل ده، يعني صف يمين وصف شمال. في طريقة تانية اسمها موديولار ارنجمنت، دي بتبقى صفوف كلها كده تحت بعضيها افقية زي ما انتم شايفين، كل الصفوف دي بتبقى سيركت بريكرز. فغالبا النوعين دول بيبقوا الطريقتين دول يعني هما المتبعين في لوحات الدي بي اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، اللي هي الفاينل ديستريبيوشن بورد بتاعت الانارة والسوكتس والتكييفات الصغيرة والحاجات دي. الجزئية دي بقى مهمة جدا، اللي هي forms of separation for low voltage distribution board، اللي هي طرق فصل المكونات الداخلية للوحات التوزيع الكهربي، وده اللي هنتكلم عنه المواصفات اللي احنا هنقولها دي طبقا للستاندرد البي اس 60439-1-1994 او الاي اي سي 439-1، ده اللي هو الستاندرد اللي متجاب منه المواصفات اللي احنا هنقولها دي. فمبدئيا زي ما قلنا كده ان
الفورم اوف سوبريشن ده بيبقى مواصفة كده مكتوبة على اللوحة، وبيتم اختيارها او بيتم تحديدها من خلال مهندس التصميم الكهربي، وهي من اهم البارامترز اللي بتتعرف بيها لوحة التوزيع الكهربي. مهندس التصميم الكهربي زي ما قلنا بيحدد الفورم اوف سوبريشن اللي بيحتاجها كل لوحة على حسب الظروف المختلفة لتركيب اللوحة دي، هو بيقدر يحدد الفورم اوف سوبريشن المناسب ليها هيكون ايه. طيب ايه معنى الفورم اوف سوبريشن؟ دي معناها درجة عزل او درجة العزل الموجودة بين المكونات المختلفة للوحة التوزيع الكهربي، يعني ازاي انا بعزل او بفصل ما بين المكونات الداخلية للوحة التوزيع الكهربي، هي دي اللي بنعبر عنها بالفورم اوف سوبريشن. وطبعا ايه الفايدة من ان انا ازود، او يعني ليه انا بعمل عزل ما بين المكونات المختلفة للوحة؟ للدرجة الاولى سيفتي، ان انا عشان لو جه حد يعمل صيانة على اللوحة دي، لو هو هيشتغل على كومبوننت معين لو مفيش عزل ما بين الكومبوننت المختلفة، فممكن عن طريق الخطأ ممكن يروح يعمل كونتاكت مباشر مع مكون تاني، يعني ممكن هو يكون مثلا رايح يشتغل على سيركت بريكر يعمل له صيانة، يروح يلاقي نفسه بيلمس الكابل المتصل مع السيركت بريكر ده، فطبعا الموضوع ده بيبقى فيه عرضة للخطورة. فدايما الفورم اوف سوبريشن بيبقى فيه تداخل ما بينها وبين السيفتي كونسيدريشنز، يعني دايما بيبقى في تناغم كده او اتصال بينها وبين اعتبارات الامان في اثناء الصيانة والتشغيل، يعني لان طبعا نفس الفكره الطقم التشغيل مثلا اللي موجود لو راح يتعامل مع اللوحه بيبقى بشكل او باخر ليه علاقه بالفورم اوف سيبريشن، طريقه عزل المكونات الموجوده في اللوحه. وزي ما قلنا ان احنا في كذا طبعا ستاندرد من الستاندردز العالميه بيتعامل او بيتكلم في الفورم اوف سيبريشن، احنا هنا واخدين الستاندرد اللي مكتوب فوق ده. طبعا ايه تاثير، يعني انا هنتناول دلوقتي ان كل شكل من اشكال السيبريشن هتلاقي ان انت كل ما تزود درجة العزل ما بين المكونات الداخلية للوحة هتلاقي طبعا ان ده بيأثر معاك بشكل مباشر في تكلفة اللوحة، يعني كل ما انا بزود في الفورم اوف سيبريشن تمن اللوحة هيزيد، هزود انا في العوازل من جوه والباريرز مثلا والحاجات دي لازم تمن اللوحة هيزيد، يعني فانت لو انت في مكان معين ومش محتاج الدرجة العالية من السيبريشن ما تختارش درجة عالية، لان انت كده هتخلي تمن اللوحة غالي. وطبعا الفورم اوف سيبريشن بيأثر في حاجة تاني اللي هي توزيع الحرارة او انتقال الحرارة داخل اللوحة دي من مكان للتاني، او من داخل اللوحة لخارج اللوحة. خلينا نبدأ كده بالامثلة. اول نوع من الفورمز اوف سيبريشن اسمه فورم 1، دي الدرجة الاولى، يعني فهتلاقي ان انت هنا الدنيا كلها دي، يعني ده زي سنجل لاين دايجرام كده او سكيماتيك كده تبسيط لمكونات داخليه للوحه، ده السيركت بريكر مثلا الرئيسي، ودي الفرعيات كلها المفاتيح الفرعيه، والخطوط الحمراء الزاهيه دي اللي هي الباس بارز، والدوائر الصغيره دي هي التيرمينالز اللي هي يعني اطراف الكابلات اللي بتطلع من السيركت بريكرز. فهنا في الفورم 1 الدنيا كلها مفتوحه على بعض، انت لو جيت شلت الغطاء الخارجي كده للوحه هتلاقي ان كل الحاجات كل المكونات متصلة مع بعضيها بدون عزل، يعني السيركت بريكر بينه وبين الباس بارز مفيش فصل مفيش عزل، وبين السيركت بريكر واطراف الكابلات برضو مفيش عزل، هي دي الفورم 1، يعتبر ان انت الدنيا كلها عندك مفتوحة على بعض. طب الحاجة بقى الاعلى من كده شوية الفورم اسمها فورم 2A، هنا بيبقى فيه عزل زي ما انتم شايفين كده النقط البيضة دي، عاملين زي عزل كده لكل مجموعة من السيركت بريكرز بحيث ان هي تبقى معزولة عن الباس بار ومعزولة عن التيرمينالز اللي اطراف الكابلات اللي طالعة منها. بس نلاحظ ان كل مجموعة من السيركت بريكرز زي ما يكون ليهم شامبر كده مع بعض او غرفة مع بعضيهم، بس هو يعني في الواقع هم مش منعزلين عن بعضيهم، لا هم السيركت بريكرز جنب بعضيها بس هي منعزلة عن المكونات التانية زي الباس بار وزي التيرمينال او اللي هي كيبل تيرمينالز يعني. طب ايه الديجري الاعلى
من كده اللي هي فورم 2 بي تايب 1، دي بيتم فيها عزل الباس بارز كلها من خلال انسيوليشن او عزل خارجي، زي مثلا دهان بطبقه عازله او بطبقه يعني بلاستيكيه، بحيث ان هو يعزلها عن باقي المكونات اللي هي السيركت بريكرز والتيرمينالز. ونلاحظ ان السيركت بريكرز هنا مش معزوله عن التيرمينالز او اللي هي الكيبل تيرمينالز. يعني هنا الديجري اللي بعديها فورم 2 بي تايب 2، ده بيتم فيه عزل الباس بارز عن، يعني الباس بار من ناحيه بتكون منعزله عن السيركت بريكر والكيبل تيرمينال من ناحيه تاني، لكن زي ما انتم شايفين كده ان السيركت بريكر والكيبل تيرمينال متصلين يعني مع بعضيهم، بس مفيش عزل بين السيركت بريكر والكيبل تيرمينال. ده الفورم 2 بي تايب 2. اللي بعد كده الاعلى منها درجه اللي هي فورم 3 اي، دي بيتم فيها عمل زي شامبر كده، يعني غرفه عزل كده منفصله لكل سيركت بريكر لوحده. طبعا ده يعني زي ما قلنا ان احنا كل ما بنعلي درجة العزل كل ما التكلفة بتزيد، لان انا بعمل فواصل اكتر. فهنا كل سيركت بريكر زي ما انتم شايفين كده منفصل او منعزل عن السيركت بريكر اللي جنبه، ومنعزل عن الباس بار، ومنعزل عن الكيبل تيرمينال. فبالتالي انا لو رحت اشتغل على الكيبل تيرمينالز هشوفهم جنب بعض، بس كل كيبل تيرمينال منفصلة تماما عن او معزولة تماما عن السيركت بريكر من خلال فتحه كده، مثلا هتلاقي طالع منها الكابل بس. انت لو رحت تشتغل على طرف الكابل ده هتلاقي ان انت مش هتتصل باي حال من الاحوال مع سيركت بريكر المتصل بيه. ده الفورم 3A. الفورم 3B تايب 1 ده اللي بعد منه، ده بيتم عزل الباس بارز بعزل زي مثلا بي في سي او دهان كده من مواد عازله زي البي في سي زي ما قلنا، وكل سيركت بريكر برضو بيكون منعزل في غرفه لوحده. عن يبقى انا كده موفر عزل للباس بار وموفر عزل للسيركت بريكر كل واحد لوحده، لكن التيرمينالز من بره جنب بعضيهم اللي هي اطراف الكابلات جنب بعضيها، لكن طبعا الكيبل تيرمينال منعزل عن السيركت بريكر ومنعزل عن الباس بار. اللي بعد منه الفورم 3B تايب 2، وده بيكون زي ما انتم شايفين كده في عزل موجود لكل سيركت بريكر، وكمان في زي كومبارتمنت كده لوحديها للكابلات اللي طالعه. زي ما انتم شايفين كده النقط دي معناها ان الكابلات مع بعضيها متجمعه ومفصول ومنعزله في حته لوحدها، بحيث ان هي تنعزل عن الباس بار وكمان عن السيركت بريكر. الفورم اللي بعده بقى اللي هو الفورم 4A تايب 1، ده الدرجة اللي هي بيتم فيها عمل عزل من البي في سي او باي مادة عزلة على الباس بار، وكل برضو كل سيركت بريكر بيكون في غرفة لوحده، والكابلات بتلاقي ان هي طالعة بالشكل ده. هتلاقي يعني ان كل كيبل تيرمينال معزول من جوه مع السيركت بريكر بتاعه، ومش هيطلع لك من بره غير لما تيجي تبص من بره كده على الشامبر اللي هي بتحتوي السيركت بريكر والكيبل تيرمينال، هتلاقي ان انت طالع لك الكابل كده على طول، انما التيرمينال نفسها اللي متوصله مع السيركت بريكر معزوله مع السيركت بريكر من جوه في الغرفه، مش زي ما شفنا في اللي فاتت اللي هي فورم 3B تايب 2 كانت التيرمينال من بره شامبر لوحديها، انما لا دي الغرفه فيها السيركت بريكر والتيرمينال منعزلين مع بعض. هنا بقى اللي بعديها الفورم 4A تايب 2، دي زيادة عن اللي فاتت زي اللي فات بالظبط، بس الزيادة ان هو بيعمل كمان شامبر يعني بيعزل الكابلات اللي طالعة دي، بيعمل لها زي كومبارتمنت لوحديها كده تمشي فيه، وبيعمل لها يعني حدود او حواجز تعزلها عن زي سيكشن لوحديها كده عشان يعزلها عن المكونات التانية اللي هي ما زي الشامبرز مثلا بتاعة السيركت بريكر والتيرمينال الكيبل تيرمينال. عندنا الفورم 4A تايب 3، دي بيتم فيها زي اللي فاتت، بس زيادة عليها ان في زي جلاند كده او يعني زي مثلا جلدة كده او حاجة يعني من الرابر، بحيث ان هي توفر برضو حماية زيادة للكابل اللي طالع. انا طبيعي عندي الغرف بتاعت السيركت بريكرز دي، وعندي
الجلاند اللي هو من بره ده بيطلع منه الكابل، بحيث ان هو يوفر عزل للكابل اللي طالع عن كل الباريرز او الحواجز اللي موجودة حواليه. ده يعتبر يعني اخر فورم احنا تناولناه. هو في فورمز تاني الحقيقة، لكن انا حبيت انا اتناول الحاجات الرئيسية، انما كل ما انت تفتح ستاندرد هتلاقي الفورمز اللي احنا تناولناها دي، وبيبقى في حاجات كمان زيادة عليها، ان انت كل ما بتزود في اعتبارات امان اكتر كل ما بتزيد الفورم عندك. ده مثال كده حقيقي على فورم 4. وزي ما قلنا كده، زي ما انتم شايفين في الصورة كده، ان كل سيركت بريكر موجود في غرفة لوحده ومفصول او منعزل عن السيركت بريكر اللي جنبه، بحيث ان لو في حد هيجي يشتغل يبقى عارف هو هيشتغل فين بالظبط بالظبط، وما يحصلش احتكاك او يعني دخول خاطئ على سيركت بريكر تاني بأي شكل من الأشكال. وطبعا كل غرفة ليها باب لوحديها لكل سيركت بريكر. وكمان هنا في كونكشن بوكس، بيبقى زي ما كنا بنشوف في الصور اللي فاتت كده، ان طبعا الكابل يطلع من الكابل تيرمينال هيكون هنا مع السيركت بريكر نفسه، وبيطلع من خلال الكونكشن بوكس دي اللي هي يعني بيعدي كابل كده من الفتحة دي ويطلع للخارج يروح للأحمال بتاع. بكده احنا انتهينا من الحلقة دي خاصة بالتعرف على لوحات التوزيع الكهربي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، والى اللقاء ان شاء الله قريبا في حلقات تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.